بالمناسبة على فكرة، في ثلاث أعضاء في اتحاد الكرة قدموا استقالات مكتوبة. ثلاث أعضاء في اتحاد الكرة قدموا استقالات مكتوبة، منهم أعضاء مشرفين على منتخبات. الدنيا جوه الاتحاد مش أفضل شيء. لسه هنستنى الانتخابات؟ نتمنى تبقى النهاردة قبل بكرة، بس يبقى فيها وجوه جديدة عشان المشهد العام في اتحاد الكرة بقى أشبه بعالم سمسم زي ما قلت لحضراتكم.